أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم أولى لقاءات هذا الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هنا في هذه الرحاب الطاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقاء اليوم تحت عنوان أمة اقرأ، ويحاضر في هذا الموضوع عالمان جليلان من علماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور العالم الجليل فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة. يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من رواد مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ومن محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم. أيها الأحبة، موضوعنا أمة اقرأ. أول كلمة نزلت من رب العزة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ. أيها الأحبة، نبدأ هذا اللقاء بأولى كلمات العلم من فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا أبا القاسم، اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وأنعم وتحنن وتفضل وتكرم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي المكي المدني، صلاة ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، إنه ليطيب لي في مطلع هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الذي جعله الله سبحانه وتعالى سبباً في إقامة مثل هذه المجالس العلمية، فجزاه الله تعالى عنا وعن الدعوة خير الجزاء. والشكر كذا موصول لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الذي يعني سمح لي أن أبدأ يعني وهو أستاذي وهو شيخي، وأن أبدأ مع حضراتكم في هذا المجلس الطيب الطاهر المبارك. كذلك الشكر موصول للدكتور أحمد القاضي والسادة الحضور. العنوان بتاعنا النهاردة بعد ما تصلي على الحبيب بعنوان أمة اقرأ، بعنوان إيه؟ إحنا بس نتكلم مع بعض كده. العنوان بتاعنا اسمه إيه؟ أمة اقرأ. طب انتوا أمة اقرأ، أمة اقرأ ولا أمة سيدنا النبي؟ انتوا أمة مين؟ أمة اقرأ ولا أمة محمد؟ احنا نعرف اننا أمة محمد. أما ليه أمة اقرأ دي؟ ما هي أمة اقرأ هي أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين يا حضرات إن أول آية نزلت أصلاً على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أول آية يقولها ربنا لسيدنا جبريل لسيدنا النبي، أول آية في المصحف، أول جملة في المصحف، تخيلوا هي إيه؟ أول جملة، أول حاجة سمعتها ودن سيدنا جبريل من العلي الأعلى، أول كلمة تنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول آية في المصحف اقرأ. يبقى احنا أمة ايه؟ أمة اقرأ. أول آية تقرع آذان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا سلام على العظمة. يبقى احنا أمة اقرأ. طيب دي واحد. اتنين، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يفرق بين حاجتين مهمين جدا، بين اللي بيتعلم وبين اللي ضاربها طناش ممشيها بالبركه كده، ماشيه معاه بالبركه. ما ينفعش الاثنين ما يتسووش ابدا. اللي بيذاكر وبيقرا ويطلع ويتثقف ويبحث في المصادر ويجيب المعلومه من مظانها، ده مش زي اللي التاني اللي ماشي بالبركه. بقى كل حاجة في حياتنا ندرسها كويس ونتعلمها كويس، إلا بقى نيجي عند العلم نرضى بأي حاجة؟ أبدا ما ينفعش. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ في فرق بين المتعلم وبين اللي ممشيها بالبركة. دي التانية. التالتة، خد قاعدة مهمة جدا، اي حد حريص على ده، على القراءة والكتابة، اي حد شغلته الورقة والقلم، الله في سماه مرفوع الراس، والله مرفوع الراس. اللي شغلته الورقة والقلم دي شغلته، مهنته يقرأ ويطلع ويتثقف ويقرأ في كل حاجة، ما بيقراش في حاجة واحدة وشكرا. وربنا قال كده، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من اللي قال؟ ربنا سبحانه وتعالى. وآية احنا شايفينها، آية محققة، ربنا هيرفعك درجات بده، يرفع ابنك درجات بده، يرفع عيلتك بده، القراءة والكتابة. شوف كده كم من بيوت، انت هتفتكر معايا دلوقتي الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، انت هتفتكر حاجة في ذهنك. كم من بيوت كان ولي امرها رجل ضعيف فقير، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بذرية صالحة نافعة متعلمة، فرفعوا اسم هذا الرجل وجاء اسمه عاليا خفاقا في كل مكان. يقول لك فلان ابن فلان، فلان ايه؟ ابن فلان، علشان في اب صرف، في اب علم، في اب سهر، في اب كان نفسه يطلع رجاله متعلمه تنفع الامه. خلي بالك ده هيرفعك،
القراءة والكتابة والعلم والله باب للرفعة لا يقاوم. خد الرابعة، انت عارف وانت قاعد كده بتقرأ بتتثقف بتتعلم، انت عارف ايه اللي بيحصل؟ سيدنا النبي يقول كلام خطير جدا، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. تخيل الملائكة في صحبتك، واحد يقول يا مولانا انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ نقرأ في ايه ولا نتعلم ايه؟ قول لنا كده مباشر. انا مش بقول لك خليك شيخ، مش بقول لك اتخصص في علوم الشريعة، انا مش بقول لك اقعد كده تحت ايد العلماء، وان كان ده حاجة عظيمة وحاجة مفخرة ومفيش بعد كده، بس سيدنا الامام ابو حامد الغزالي قال كلام مهم جدا. ما تصلي على الحبيب ولا سامع، ما تصلي على الحبيب. سيدنا الامام ابو حامد الغزالي بعد ان ذكر فضل العلم والعلماء والايات والاحاديث قال: وليس المقصود بطلب العلم في القرآن الكريم هو العلم الشرعي وفقط، بل العلم في كل مجالات الحياة كالطب والفلك والهندسة إلى ما غير ذلك. يبقى الثواب المترتب على طلب العلم وثوابه في القرآن والسنة مش مقصور على مين؟ على علماء الدين بس، على علماء الشريعة بس. يعني لو سعادتك شاطر في علم الرياضة تاخد أجر عظيم، سعادتك شاطر يا سيدي في الكورة عمل عظيم، سعادتك شاطر في الطب لك نفس الأجر، سعادتك ما بتنامش وشغال في أي علم وتريد أن تصل إلى ذروة سنامه، والله أنت مأجور من الله سبحانه وتعالى. يبقى المقصود بالعلم مش العلم فين؟ في أمور الشريعة وفقط. اتعلم في كل حاجة، اقرأ في كل حاجة. لذلك يقال يعني إن الشيطان بعت واحد من أحزابه لعالم وعابد. لمين؟ عالم وعابد. الشيطان راح الأول لمين؟ للعابد، شغلته يعبد ربنا وبس. يا عم اقرأ حاجة، افهم حاجة، اتعلم حاجة. ولعلنا ربينا منذ صغرنا من عبد الله على جهل فكأنما عصاه. راحوا للعابد قال له: أيها العابد، هل يستطيع ربك أن يضع الكون بما فيه وبمن فيه في بيضة؟ فالراجل العابد بتاع السجادة ده قعد يفكر، قال له: بتقول إيه؟ قال له: ربنا يقدر يحط السماء والأرض كده وكل اللي فيهم في بيضة؟ فالعابد عمال يحسبها ويفكر مش جاية معاه، فقال له: لا أدري لا أدري. حتى بعض العلماء بيعلق على القصة يقول: أتدرون أنه قد كفر بهذه الكلمة؟ وهل يقال على قدرة الله لا أدري؟ أنت قل لي يا شيخ، هل يقال على قدرة الله لا أدري؟ سبوا وراحوا لمين؟ راحوا للعالم. الشيطان بيقول له: هل يستطيع ربك أن يضع الكون بما فيه وبمن فيه في بيضة؟ قال له: نعم يستطيع، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فراح الشيطان الكبير مسك الأبالسة الصغار وبيعلمهم الدرس بقى، بيقول لهم: انشغلوا بالعلماء ودعكم من العباد والزهاد. لأنه عارف أن العلماء هم إيه؟ هم دعاة النور. العلماء هم دعاة النور في كل جيل وفي كل عصر وفي كل مصر. علشان كده سيدنا وكيع يسأل: أيهما خير، العلم أو المال؟ أشتغل بالعلم ولا أجيب فلوس؟ أجيب الجنيه؟ ما أنت تعلم والعلم هيجيب لك الجنيه. علم ولادك وهيعززوك ويكرموك، العلم هيجيب الجنيه، لكن عمر الجنيه ما يجيب العلم. أيهما خير، العلم أم المال؟ قال: لا العلم. قالوا له: إزاي؟ قال: العلم يحرسك والمال تحرسه.
العلم يزيد بالإنفاق والمال تفنيه النفقة. ثم قال: مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدار. المشكلة إنك تتعلم وإنك تقرأ وتطلع وتتثقف، وعندنا معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح، خد زيارة كده أنت وأولادك فسحة، روح بص على الكتب وبص على الأجنحة، اتعلم. عندك مسألة دينية اسأل شيخ، ما تروحش تمسك بقى الشيخ جوجل. دلوقتي بقى الشيخ جوجل كله بيفتي، عنده أي مسألة عايز يسأل جوجل. العلم فين؟ فين أهل العلم والعلماء؟ يريد بهذه الندوة الطيبة المباركة وبهذا العنوان الطيب المبارك كلنا نراجع نفسنا في مسألة العلم وفي طلب العلم وفي البحث عن العلم والتتلمذ على أيدي العلماء، وأن يكون لك هدف في تربية أبنائك. وانظروا إلى مصر كم خرجت من العلماء والمفكرين والمبدعين والسياسيين والاقتصاديين ودعاة النور على مستوى العالم أجمع. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يكرمنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي حدثنا فيها حول موضوع أمة اقرأ، وذكر من فضائل القراءة ما ذكر. ونحن ننقل لحضراتكم أولى لقاءات الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وحسناً تفعل وزارة الأوقاف دوماً عندما تتخير الموضوعات الهامة المفيدة التي تأخذ بأيدي المجتمع نحو التقدم، نحو الازدهار، نحو السلام، نحو الوئام. موضوع اليوم حول أمة اقرأ، أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى العلم ودعا إلى كل فضيلة ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل رذيلة. أيها الأحبة، ونستمع الآن إلى ختام الكلمات العلمية من فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وسوف يحدثنا أيضا في هذه الكلمة حول أمة اقرأ، حول القراءة وما لها من فوائد عدة، فليتفضل مشكورا. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، فإنها لساعة طيبة ويوم حميد وليلة مباركة تلك التي نجتمع فيها في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لنتدارس موضوعاً من أخطر موضوعات الدين، بل ومن أهم موضوعات الدعوة الإسلامية،
بل ومن أول مداخل تكريم الله للإنسان، وهو موضوع العلم الذي سببه القراءة، والذي منه اشتق عنوان هذه الندوة أمة أقرأ. فإن الأمة الإسلامية قد اختصت بأن الله تبارك وتعالى أول ما أنزل في كتابه أن طلب من عباده أن يقرأوا، أو أن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ، والخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به، وإنما هو خاص بالأمة كلها، لأن فضل العلم لا يقتصر على شخص واحد، وإنما يقتصر على الأمة كلها. وما من شك في أن هذه الموضوعات التي تعتبر مداخل صحيحة لفهم الدين وتنقية معارف الناس والمستمعين والحاضرين من الأفكار الخاطئة التي يمكن أن تدس لهم هنا أو هناك، يعتبر من أعظم ألوان الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل، وهي السمة الرئيسية التي تتسم بها وزارة الأوقاف منذ أن ولي نشاطها معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، حيث يتعهد الدعوة الإسلامية بهذا النشاط المتجدد والذي يختلف في جماله وفي معناه وفي تكويره من موضوع إلى آخر، بحيث يصاحب الزمان والمكان وواقع الحال. وأنا أعتقد أن مثل هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الفارقة في هذه السمة التي تتسم بها الدعوة الإسلامية في وزارة الأوقاف في عهد هذا الوزير الهمام. أدعو الله تبارك وتعالى أن يزيده توفيقاً وسداداً، وأن يوفقه دائماً لما يحب ويرضى. كذلك أيضاً من الفضل بل ومن الواجب أن نشيد بالنخبة الطيبة وبالصحبة المباركة وبالمعاونين الأمناء الذين يقفون حول هذا الوزير، وعلى رأسهم أخي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، ومعه كذلك أخي الفاضل العالم الجليل المؤدب المهذب الأستاذ الدكتور محمود خليل، وكذلك أيضا الأستاذ الدكتور منتصف محمود، وهم من هم في إخلاصهم للدعوة الإسلامية وفي إيمانهم برسالة هذه الوزارة التي يقودها معالي الوزير من أجل النهوض بالدعوة الإسلامية وحماية عقول الناس من المخاطر التي يمكن أن تتوجه إليهم من خارج الإطار الشرعي للعلم الصحيح الذي يجب أن يتعلموه. كذلك أيضاً أنا سعيد طبعاً أن فضيلة الدكتور أحمد القاضي، وهو يضفي على كل لقاء ثقلاً وبهجة ويعطيه لوناً كذا من القبول، تشعر كأنك في مكان مرتفع وأنت تتحدث بجانب هذا أو العالم أو المذيع الكريم الذي جمع بين العلم وبين التقديم للعلماء وللموضوعات التي يقدمها. وكذلك أخي أيضاً الأستاذ مصطفى عبد السلام الذي أعطاه الله فضلاً كبيراً في تلاوة القرآن وفي ترتيب أفكار الدعوة الإسلامية على نحو ما سمعناه منه الآن، وأنا الحقيقة قدمته لأريح نفسي من درس الإفتاء، وإذ به يسد الطرق علي في الموضوعات التي كنت أود أن أتحدث فيها، فجزاه الله خيراً. ولكنني سأحاول الآن أن أصل إلى موضوعات فقهية تتعلق بهذا الموضوع. جزاه الله خيرا. العلم هو أول وسيلة لتكريم الإنسان ورفع قدره، والله عز وجل هو الذي حكم بذلك، فقال عز من قائل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه المفارقة الواضحة في قول الله تبارك وتعالى عن التفرقة بين الذين يعلمون وبين الذين لا يعلمون تدل على أن العلم مكانة سامقة ومنزلة رفيعة عند الله تبارك وتعالى. هل منزلة العلم تقتصر على أنه أمر ممدوح من الله عز وجل، أو أنه يؤدي إلى أن الإنسان بالعلم يستطيع أن يصل إلى ما لا يصل إليه الجاهل؟
ولا العلم في ذاته مطلوب؟ العلم في ذاته مطلوب، لأن وجود العلم يكون كالبحر الذي يتيح للعطاش أن يرتووا منه عندما تعن لهم الحاجة إلى الارتواء من هذا البحر. فمجرد وجود العلم مطلوب شرعي، ولذلك كان أول ما نزل من القرآن هو قول الله تبارك وتعالى: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بل إن الله تبارك وتعالى في مدح العلم لم يقتصر على العلم، بل مدح أداة العلم وذكرها ومجدها في كتابه، وذلك حين أقسم بها في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. هذا القلم، هذا القلم أنا أحترمه وأجله، لأن الله تبارك وتعالى قد أقسم به، وأنا والله حين أرى قلماً يقع على الأرض آخذه وأقبله وأضعه في جيبي، لأن هذا هو أداة تدوين أمور الهداية والنصح والإرشاد للناس في أمور دينهم ودنياهم. ولذلك هذا القلم أقسم الله تبارك وتعالى به، ولذلك علينا أن نحترم هذا القلم الذي هو أداة نقل العلم وأداة نقل المعرفة إلى الناس أجمعين. الله تبارك وتعالى جعل العلم وسيلة للرفعة، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل ذكر الله تبارك وتعالى العلماء والمشتغلين في العلم في منزلة رفيعة لا يصل إليها غيرهم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. حين يذكر أهل العلم في هذا الوسط الشريف وفي هذه الصحبة المباركة، فهذا دليل على أن منزلة العلم منزلة رفيعة ومنزلة مطلوبة ومنزلة كريمة يجب أن يتسابق فيها الناس وأن يتعاونوا فيها حتى يصلوا إلى أعلى درجات العلم الذي طلبها الله منه. أهمية العلم تأتي في أنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله على نحو صحيح إلا إذا علم ماذا يريد الله منه. أنا ربنا تعبدني بما أنزل، وتعبدني بالوحي الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. هذا الوحي الكريم لا يمكن أن يكون الإنسان على طريق صحيح مع الله تبارك وتعالى إلا إذا علم مراد الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يحب أن يعبد إلا بما شرع. يعني ما تجيش أنت تعبد ربنا بطريقتك، لا، ليست العبادة اختيارا للإنسان ولكنها اختيار لله عز وجل. فعلشان تعبد ربنا على نحو صحيح لابد أن تعلم ماذا يريد الله عز وجل منك. ومعنى ذلك أن العلم هو العاصم من الخطأ، وهو الأداة التي تصحح طريقك في مسيرتك مع الله عز وجل. واحد يقول لك أنا هجتهد كده وهعمل الموضوع وأصلي وأجبت لله أعمل كذا، هذا نوع من الدجل والخرافة. تعبد الله تشوف ربنا عايز إيه وتنفذ ما أمره الله ما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله عز وجل. ولذلك كان العلم أول مطلوبات الشارع، وحين نزل في القرآن الكريم أول ما نزل لم يكن ذلك شيئا عاديا، ولكنه شيء مقصود من الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذا الدين وشرع له من المقومات ومن الأحكام ما يحفظه وما يقيم مصالح الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا أمر يجب أن يعلمه الناس. ولذلك قال الفقهاء في حكم طلب العلم أن كل إنسان وصل إلى أمر يكلف به ويجب عليه أن يؤدي الطاعة أو العبادة من الله لله عز وجل يجب عليه أن يعلم أحكام هذا الأمر الذي يؤديه. فمثلا الصبي لا تكليف عليه، فإذا وصل الصبي إلى مرحلة التكليف بتجب عليه الصلاة وبتجب عليه الأحكام الشرعية الأخرى التي تتعلق بالزكاة والتي تتعلق بالصيام وغير ذلك من الأمور الأخرى التي كلف الله بها عباده. قالوا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة يبقى بيتحول العلم إلى واجب عيني، يجب عليه أن يعلم ما شرعه الله عز وجل في هذا الأمر، ويجب عليه أن يتقن هذا الأمر حتى يعبد الله على نحو صحيح، ولا تكون العبادة اعتباطاً يخضع لهوى الإنسان وتقديره، ولكنها يجب أن تخضع لتقدير الله تبارك وتعالى. بل إن الله عز وجل لم يكتفي بحالة الوجوب العيني الذي يجب أن، قالوا إن كل إنسان يجب عليه شيء يجب أن يسأل عن حكم هذا الشيء، لأنه طالما وجب عليك يجب أن تؤديه كما أمر الله عز وجل.
طب أنا حأوديك ما أمر الله عز وجل، لابد أن أسأل أهل العلم في هذا الأمر وآخذ منهم الرأي الشرعي الصحيح حتى تبرأ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى مما كلفني به في هذا الأمر. ده مش كده وبس، ده ربنا جعل وجود ذخيرة من العلماء وكتيبة من العارفين لا تقل عن أهمية الكتيبة التي تدافع عن أرض الوطن، وعبر عن ذلك بالنفرة أو بالنفرة، كما ينفر الناس دفاعاً عن أوطانهم يجب عليهم أن ينفروا لطلب العلم. فقال عز من قائل: فلولا نفر من، شوف نفر يعني كأنهم خرجوا للدفاع عن بلادهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون أو يتهيبون من الوقوع في المعاصي أو الخطأ أو الانحراف أو الشطط الذي للأسف نعاني منه الآن من كثير من الجماعات التي ضلت وانحرفت وفهمت دين الله على غير وجهه الصحيح. فقال عز من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولهذا قال علماء الأصول: إن حكم طلب العلم يتنوع بين الواجب العيني، لكل إنسان وجب عليه شيء، واجب عيني يعني ما يجب على الإنسان كما يجب الصيام وكما تجب الصلاة وكما تجب الزكاة وغير ذلك مما فرضه الله على الإنسان، وقد يجب على سبيل الكفاية. الكفاية يعني إيه؟ إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين وارتفع الإثم عن الجميع. فإذا قامت فئة من العلماء فهموا الدين وجاء الآخرون يسألونهم في أمور هذه المسائل كفى المجتمع ذلك، ويكفي أن يكون، لأن لا يعقل أن يكون الكل طلاب علم، لأن أمور الحياة العامة والمصالح العامة منها طلب العلم ومنها غير ذلك من المصالح التي يجب أن يقوم الناس عليها، وذلك كالدفاع وكالتعليم وكالزراعة وكالصناعة، فهذه المصالح تحتاج إلى تنويع. ولو نفر من كل فرقة طائفة لطلب العلم في هذه المسائل لا تعطلت بعض المصالح على حساب بعضها، ولذلك كان من الواجب أن تكون النفرة لطلب العلم في حدود هذا الاختصاص، فلا ينفر الناس جميعا لطلب العلم ويترك الصناعة والزراعة وغيرها، بل يكون ذلك فريق من المتخصصين ومن العلماء الذين يجب أن يكونوا جاهزين لتلقي أسئلة الناس والإجابة عنها لهدايتهم إلى الله تبارك وتعالى على نحو صحيح. العلم لا يقتصر على العلم بالأمور الدينية فقط، ولكن الله تبارك في آخر سورة النمل آيتان يجب أن نتأملهما تأملا عميقا، وذلك في قول الله تبارك وتعالى، وأن أتلو الآيتان الأخيرتان من سورة النمل، يقول الله عز من قائل: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هاتان الآيتان تجمعان زمام العلم، العلم بآيات الله والعلم بالآيات الكونية، ولذلك في أن هذا العلم مطلوب للإنسان، لا يجوز أن نحقر علما على حساب آخر. أنا أحترم الطبيب وأحترم المهندس وأحترم المهندس وأحترم كل الزارع وأحترم كل إنسان يحصل علما، بدليل أنني ألجأ إليه في هذا الأمر. كل من يعرف عني شيئا أنا خادم له وأنا أحترمه مهما كان علمي، مهما كانت المسألة التي أسأله فيها. وكثيرا ما تذهب إلى الحائك أو إلى الخياط أو إلى الميكانيكي وتستجديه في معرفة مسألة هندسية أو غير هندسية، هو صاحب فضل عليك لأنه أعلم منك بهذه المسألة. ولذلك فإن الإسلام لا يفرق بين العلم بالآيات الكونية أو العلم بالآيات الدينية، فكل ذلك مطلوب عند الله عز وجل. أيها الأحباب، العلم هو أداة تقدم الأمم، ونحن نرى الآن المعادلات الدولية مختلة بسبب اختلال موازين طلب العلم في الأمم. الأمة التي تتقدم علمياً تسود وترتفع، والأمة التي تكتفي بالجهل وبالقناعة وبالدونية في طلب العلم ثم لا يكونون جادين في طلبه، كما نرى من تلك المسائل التي يتساهل فيها من ناحية ساعد الأولاد أو المساعدة على الغش أو غير ذلك، هذه أمور كلها يجب أن نربأ بها وأن نكون جادين في هذه المسألة، فإن الأمم لا تتقدم إلا بالعلم، ويجب علينا أن نرفع بلادنا بهذا الأمر وهو طلب العلم حتى نستطيع أن نرقى وأن نثبت وجودنا بين الأمم. ومصر تستحق منا الكثير، مصر هذه صاحبة فضل على الإنسانية منذ آلاف السنين،
وبالتالي يجب علينا أن نعيد هذا الدور، هذا الدور العلمي والحضاري والإنساني لمصر. يجب علينا أمام الله تبارك وتعالى أن نرتقي بعلمنا وأن نرتفع به حتى يعود ذلك المجد التليد لهذا البلد العظيم ليعلم الدنيا كما علمها أمور الدين. إحنا اللي علمنا العالم كله أصول الدين، وإحنا اللي علمنا العالم كله أصول الشريعة، إحنا اللي علمنا الدنيا كلها الدين الصحيح والعلم الصحيح. الإسلام نزل في الجزيرة في العرب، وشرح الإسلام على نحو وسطي تم هنا في مصر في هذا الأزهر المعمور، وعلى يد علماء مصر انتشر العلم إلى العالم كله. فجميع دول العالم مدينة لنا، من شرق العالم وغربه مدينة للأزهر الشريف بهذا التعليم، ويجب علينا أن نستعيد هذا الدور وأن نمجده وأن نفعله. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على كلمته الطيبة الرائعة المباركة التي حدثنا فيها عن فضل القراءة وفضل العلم، وبين فضيلته أننا في حاجة إلى العلماء في كل مجالات الحياة، ليس فقط العلم في الدين بل أيضاً في كل مجالات الحياة، من طب وزراعة وهندسة وتجارة وصناعة وفضاء وأمن، في كل مجالات العلوم الكونية نحن في حاجة إلى العلم وإلى طلاب العلم في هذه المجالات. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأمنها بأمنه، وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرقاء، وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، بهذه الكلمة الطيبة العطرة نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي في أولى لقاءات الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، حضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وقادة ومفكري وزارة الأوقاف، تقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة. حضر معنا جمع غفير من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رواد مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. كان لقاء اليوم يدور حول موضوع أمة أقرأ، حاضر فيه عالمان جليلان فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وحاضر فيه فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.